السلام عليكم. ومثل ما وعدتكم المرحلة الثالثة للشخصية السرية، بحاول اختصر لكم كيف تجيبوا المرحلة الثالثة بدون ما ضيع وقتكم. ومثل ما تعرفوا، اي واحد خلص 60 تحدي اسبوعي هالسيزن فراح ياخذ او يفتح الشخصية السرية في فورتنايت. والشخصية السرية لها مراحل، ومو مثل كل مرة لازم تجمع اكس بي او غيره عشان تفتح المراحل. هالمرة لازم تسوي مهمات او تدور على اشياء في اللعبة عشان تفتح مراحل الشخصية السرية. المرحلة الاولى انك تفتح الشخصية السرية نفسها عن طريق انك تخلص 60 تحدي. المرحلة الثانية انك تلاقي مفتاح الشخصية السرية، واللي سويت لها مقطع وبحط رابطه في اول كومنت. اما المرحلة الثالثة واللي بنشرحها اليوم، فلازم تولع نار او تشغل النار الموجودة في اللعبة فوق خريطة بارادايس او جنب خريطة بارادايس بالضبط. اول شيء لازم تلبس السكن السري، لو ما لبسته ما بيصير شيء. البس السكن السري وادخل لسولو او دو او سكواد، وانزل من الباص على طول باتجاه خريطة بارادايس. والدك تروح بالضبط لمكان الرفتات، جمع لك خشب من هناك، شوية خشب، شجرة واحدة تكفي، وبعدها على طول استخدم الرفت واطلع فوق الجبل اللي جنبك. لازم تروح المكان اللي انا رحت له بالضبط، فوق هالجبل راح تلاقي نار، ولازم تكون اول واحد يوصل عشان تقدر تولع النار. ومثل ما تشوف في واحد سبقني بس قدرت اني افعل النار قبل ما تخلص، ما ادري اذا قلتش ولا لا، بس المهم لو معك خشب وكنت اول واحد يوصل عند الجبل وولعت النار، فكذا انت راح تفتح المرحلة الثالثة من الشخصية السرية. وانتبه قبل ما تطلع لازم تنتحر او تخلص الجيم، ولما ترجع لللوبي بتشوف انك خلصت المرحلة الثالثة بنجاح. وبالنسبة لباقي المراحل فمثل ما وعدتكم، اول ما تنزل راح اسوي لكم مقطع، واتوقع ان كل خميس تنزل مرحلة. شكرا للمشاهدة، لا تنسى تحط لايك لو تحب المقاطع القصيرة المفيدة، ولو حاب تدعمني فحط كود المتجر سيو عندك، اقدر هالشيء مرة وبيكون دعم كبير. كان معكم سيو ومع السلامة.